صار وقت نعرف قصة جديدة من قصص السوريين بحكاية ورواية. نتعرف بحكايتنا لليوم على رحلة أستاذة الأدب العربي في جامعة كوبنهاغن دكتور جون ضاحي، المولودة لأب سوري وأم دنماركية، وتعود أصول والدها إلى منطقة النبك شمال العاصمة السورية. درست دكتور جون الأدب العربي وتقوم اليوم بتدريسه في جامعة كوبنهاغن، وتعتبر أحد الوجوه العربية البارزة في الدنمارك. ومنذ انطلاق الثورة السورية كثفت ضاحي جهودها لدعم اللاجئين الواصلين حديثا إلى الدنمارك، فقامت بترجمة الكثير من الأعمال الأدبية التي تتحدث عن سوريا وما يحدث بها إلى الدنماركية. كاميرا تلفزيون سوريا التقت دكتور جون ضاحي في جامعة كوبنهاغن، وكان هذا التقرير عن رحلتها السورية الدنماركية. أنا جون ضاحي، أنا ولدانة هون بالدنمارك من أم دنماركية وأب سوري. برد ما بحكي عربي، جيت بالجامعة تعلمت اللغة العربية الفصحى طبعاً، بعدين رحت على سوريا مدة، أقمت في سوريا. أنا أول رواية ترجمتها كان رواية خان الخليلي لنجيب محفوظ، وهذا من زمان يعني بس 87-88 هيك شيء. بهذيك الفترة كان في لاجئين كان يجوا على الدنمارك من لبنان، من العراق خاصة. الأدب بما فيه روايات والقصص القصيرة والأشعار هو ذاكرة. الذاكرة السورية كثير مهمة في هاي المرحلة لأنها عم تتغير، لأنه السوريين تعرضوا لتغييرات كثير كبيرة، وجزء كبير منهم للخراب للموت والهجرة. إذا نحن مهتمين بالثقافة السورية قد ما كانت متغيرة، فإنه نوصل كمان هاي التجربة للمجتمع اللي نحن موجودين فيه. أنا من هذا المبدأ طبعاً ترجمت مجموعة شعر لرنا زيت، واستفدت كثير من التعمق بهذا النص الشعري يعني، وبهذا الإنسان وتجربة الإنسان. حالياً مثلاً بتعاون مع كاتب سوري موجود هلأ انتقل على السويد اسمه عدي زعبي، عم بترجم له القصص القصيرة، وهي قصصه إلها طابع خاص جداً. وبشتغل على مشروع تاني مع صحفية سورية مقيمة بالدنمارك اسمها ليلاس حتاحت، هي صارت تكتب ذكريات أو سيرة ذاتية في ضوء الهجرة يعني، بعد ما هاجرت وبعد ما تعرضت، فصارت تشوف أيامها بالشام بضوء تاني يعني. هاي العملية كثير شيقة يعني، بس كمان مهمة، بلاقيها مهمة وضرورية. وبعدين في رواية اللي ترجمتها لسمر يزبك المشقة، بعتبر هذا العمل عمل فني كبير، وبيعبر عن نظرة بنت تعاني يبدو التوحد. هي ما بتحكي، هي شاهدة على أشياء، تعيش خسارة ورا خسارة يعني، كل الأشخاص المقربين لإلها بتخسرهم، وهي كمتوحدة تعاني من هذا التشخيص. هيك بتعبر عن حالة سورية كمان، حالة خراب وموت يعني. نحن نكون موجودين للسوريين ونهتم بتجاربهم، إنه نقدم الثقافة السورية بالدنمارك للدنماركيين والسوريين، وكمان نقدم ثقافة الدنماركية للسوريين، نقربهم للمجتمع الدنماركي إذا في دور هون يعني. تابع التفاصيل السورية عن كثب جون ضاحي. صحيح. الدكتورة صحيح، قديش بحاجة نحن لكتار مثل جون يوصلوا الصوت خاصة عبر الأعمال المترجمة. صحيح. فاصل مشاهدينا ونرجع لنستكمل فقراتنا.